لا حياة لمن تنادي. طوابير طويلة أمام مراكزي البريد لسحب معاشات التقاعد واكتظاظ رغم التحذير من مخاطر عدوى فيروس كورونا. وأكثر من هذا عدم احترام مسافة الأمان والاحتكاك المباشر. هذا المؤسس البريد باللي يعني ضغط من المفروض أن وباء هذا منتشر لازم يكون نظام. نظام في مع الزبائن، نظام كيفية الدخول للمركز. تدخل تشوف التلفزيون داخل تلحق اللادة تاعك أخويا، الرقم تاعك الحق أخويا، تروح تشبد وحدك، الناس كل فوق بعضها. تمشي عادي والدراهم كاينين، غير الغاشي برك راه مقلق خصوصا صباح. لما تيني جاونا الغاشي بزاف وحبينا نضموهم، بصح دخلونا كاع للبيرو خلصناهم عادي وكاع خلصوا عادي ونورمال، والدراهم كاينين وكل شيء راه يتمشى. لحد الان ما كاش يجابوا لنا باسكو رانا شويه منطقه ماشي شويه نائيه، ما يعرفوش اون بريسيبا بروكراسيون، بصح انا نسيو كيما اللي عنده عجوزه كبيره وكذا، انا نخليوهم في برا. حنا نخرجوا ونبعثوا مع ولدها اللي يروح يخلصها. ما نخلوش عجوزه ولا شيخ يدخل. واش هو ندائي؟ ندائي لشيوخها والعجاز الكبار والدينا وماتنا. يسيو كيفاه ما يتقلقوش على دراهم. ماشي عادي والدراهم كاينين، غير الغاشي برك راه مقلق خصوصا صباح. لما تيني جاونا الغاشي بزاف وحبينا نضموهم، بصح دخلونا كاع للبيرو خلصناهم عادي وكاع خلصوا عادي ونورمال. كاين بعض اللي ماشي واعيين ولا راه مكذبين، مثلا نقولوا احنا مكذبين يعني بالعاميه تاعنا، نقولوا راه مكذبين بالمره هذا. في مقابل ذلك وقفنا على مشاهد اخرى لسير عمليه سحب المعاشات وفق شروط الحمايه. المواطنون هنا ترجموا حسا عاليا من المسؤوليه باخذ الاحتياطات لتجنب الداء. علينا قاعد الهم هذا ويشفي كاع المؤمنين ويروح علينا هذا الكورونا ان شاء الله بربي، والحمد لله اللي نظمونا بان خلصوا وخلصنا مليح، ما درتش لاشان الحمد لله. صباح باش نخرج دراهمي ما خرجتش، ورحت للدار عاودت وليت باش نجبد دراهمي. هذا ما كان جا وليدي داتي كي صباح ما قالوا لي لا بروكياسيون، لا ماشي بروكياسيون والو. الجزائر سرعت لإطلاق إجراءات عدة لمجابهة أي انتشار للوباء العالمي، من ضمنها تفادي التواجد في الأمكنة المكتظة وأخذ الاحتياطات اللازمة. ويقابل كل هذا بتصرفات غير مسؤولة ولا مبالاة من كثيرين.